السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول محتوى كتاب جيم الأضواء للصف الخامس الابتدائي. المنهج طبعا لسه نازل جديد، هنشوف مع بعض الكتاب. الكتاب عبارة عن كتابين، الكتاب الأول عبارة عن Final Revision and exams، مراجعة نهائية وامتحانات، وكتاب الشرح الأساسي. يلا بينا بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هنفتح الكتاب من جوه، هنلاقي أول حاجة عندنا في الكتاب ذاكر صح، وجايب الأسئلة اللي من خلالها هتبدأ تعرف أنت نمط بصري ولا سمعي ولا حركي عشان تساعدك في المذاكرة. دي أول حاجة. بعد كده تعالوا نشوف محتويات الكتاب. عندي محتويات الكتاب، عندي فكرتين. الفكرة الأولى I discover myself، بكتشف نفسي، والفكرة الثانية myself and others، نفسي والآخرين. طيب كل فكرة عبارة عن كم وحدة؟ عبارة عن 1 2 3 units، 3 وحدات. وفي بعدها جزء non fiction reader عن come to Canada، تعال إلى كندا. و بعدها في جزئية مراجعة على الثلاث وحدات دول، وبعدين الفكرة الثانية برضو عبارة عن ثلاث وحدات، وبعدين مراجعة على الثلاث وحدات. وكمان عندي فيكشن ريدر أمير أند هيز ليزارد، ودي قصة. وكمان عندي بعد كده جنرال براكتس، تدريبات عامة. وفي آخر الكتاب عندي تاب أو تيب سكريبتس، اللي هي النصوص التسجيلات. هنشوف كل ده مع بعض قدام عينينا. تعالوا بقى نبدأ كده نتفرج على الكتاب، هناخد يونت 1 عارضها ازاي، ومن خلال الوحدة الاولى هنفهم الدنيا ماشية معانا ازاي. في الاول طبعا عامل جنرال ريفيجن، مراجعة على الكلمات المهمة. وبعد ما خلص الكلمات جاب جزئية الازمنة، زمن المضارع البسيط والمضارع المستمر والماضي البسيط، وكمان جزئية البنكتويشن، علامات الترقيم. وبعد كده بدأ في الفكرة الأولى اللي هي أنا أكتشف نفسي. الفكرة الأولى قلنا عبارة عن ثلاث وحدات، هيبدأ بالوحدة الأولى أو يونت 1 تتكلم عن we plant our food، بنزرع طعمنا، نحن نزرع طعمنا. بدأ طبعا عامل warm up اللي هو تمهيد للدرس. وبعد ما عمل تمهيد للدرس بدأ يجيب الكلمات المهمة أو الأساسية في الدرس زي ما انتم شايفين معانا. وبعدين بدأ يجيب كلمات زيادة، وبعدين جاب هنا تصريف الأفعال والتعبيرات المهمة، وبعدين جاب هنا check points اللي هي جزء أسئلة. وبعد كده بدأ يتكلم على المحادثة، جاب المحادثة، وبعدين بدأ يجيب الحاجات المهمة اللي موجودة فيها. وكمان عمل جزئية check point برضو، شفت يعني ايه اسئله كده صغيره على الجزئيه دي. وبعدين خلص الدرس الاول من الوحده، جاب لسون 1 عليه اسئله زي ما انتم شايفين. وبعدين قال هنا اختبر نفسك، وعمل اسئله، وجاب في الاخر ازاي تقيم نفسك. 50% يبقى انت تذاكر تاني، من 50% ل 64% يبقى تمارس اكتر او تتدرب اكتر، من 84 من 65 ل 84 المفروض تبدأ تحل اكتر من التدريبات، من 85 ل 100 يعني كده انت ممتاز. دخل بعد كده في الدرس الثاني، بدأ برضو يجيب الكلمات المهمة اللي فيه والتعبيرات المهمة. لو في جزئية look and read، انظر واقرأ، جابها برضو. وبعدين عمل جزئية check point يعني اسئلة، بس اسئلة مجموعة من اسئلة صغيرة. وبعدين برضو جاب شرح بقية الحاجات في الوحدة في الدرس الثاني، وجاب عليه برضو جزئية check point اسئلة. وبدأ برضو يتكلم على الدرس والكلمات الأساسية اللي فيه والمهمة زي ما انتم شايفين معايا، وتصريف الأفعال. ده في الدرس الثاني من الوحدة الأولى. ولما خلص بدأ يجيب أسئلة على الدرس الثاني، وبعدين برضو جاب تقييم لذاتك وعمل تقييم لذاتك تحت زي ما انتم شايفين الأرقام هيقيم نفسه ازاي. دخل في الدرس الثالث، احنا عارفين ان الوحدة الوحدة عبارة عن 6 دروس، الوحدة الوحدة 6 دروس. طيب احنا كده ما زلنا في الوحدة الاولى، ادا هنا وفي الدرس الثالث.
طبعا هنا في بيقول هنا watch video، في فيديو بيبقى موجود هنشوفه من خلال الرمز ده اهو. وبعدين هنا كلمات مهمة للدرس الثالث والكلمات او جزئية الاستماع المهمة كل دي. وبعدين بدأ يجيب الوظائف اللغوية وتشيك بوينت على الجزئية دي. وبعدين بدأ يجيب تركيز على جزئية اللغة مهمة وجزئية جرامر بقى او قواعد في اللغة اهو زي ما انتوا شايفين معايا. وبعدين جاب برضو اسئلة عليها، برضو كمل بقية الكلمات المهمة الخاصة بالدرس واسئلة على الدرس الثالث وتقييم لذاتك على الدرس الثالث. دخلنا في الدرس الرابع، كلمات برضو مهمة وجزئية الليسننج الاستماع المهمة، وكمان في برونسيشن، جزئية صوتيات وجزئية رياضيات اهي. وبعدين برضو جاب عليها تشيك بوينت. ودخلنا في اسئلة على الدرس الرابع وتقييم ذاتي على الدرس الرابع. وبعدين الدرس الخامس برضو الكلمات ولو في جزئية لسن استماع او قراءة. وبعدين هنا برضو بقيتها. وبعدين جاب المشروع وعمل مراجعة على الوحدة ككل بكل الدروس اللي فيها. وهنا جزئية الإملاء على الكلمات الخاصة بالوحدة، عامل هنا كل درس الوحدة هي كاملة فيها، درس أول درس تاني ثالث رابع الخامس. وبعدين جاب كمان جزئية الرايتنج، ازاي الكتابة نكتب، يعني جايب لي صورة وازاي نكتب عليها جمل اهو، كذا صورة ومجموعة من الجمل. طيب كمان بعد كده عمل أسئلة على الوحدة الأولى ككل، ادي مجموعة من الأسئلة ودي مجموعة اهو في امتحان. وبعدين عمل امتحان تاني على الأسئلة على الوحدة الأولى كل دي. وبعدين خلص الوحدة الأولى ودخل في الوحدة التانية بنفس طريقة العرض اللي احنا عرفناها لكم. الوقت خلص التلات وحدات الأولى، بدأ يجيب نون فاكشن ريدر، وكمان هيبدأ يعمل ريفيو مراجعة على الأولى على الوحدات التلاتة الأولى، وبعدين كمان مراجعة الأضواء الأولى على التلات وحدات الأولى. تعالوا كده نشوفها مع بعض. أول حاجة بدأ يتكلم عن قصة حقيقية، وبعدين اتكلم جاب الكلمات المهمة اللي فيها، بدأ يتكلم عنها زي ما انتوا شايفين اهو، وجاب كمان تشيك بوينت تاني أسئلة عليها، وجاب أسئلة عامة عليها برضو زي ما انتوا شايفين. وبعدين بدأ يتكلم هنا يجيب الأسئلة على مراجعة على الوحدة التلات وحدات الأولى اهو، كل الأسئلة دي عليهم وأسئلة الأضواء كمان. بعد ما جاب أسئلة من كتاب الأضواء اهو، بدأ يدخل في الفكرة التانية من الكتاب اللي بتتكلم عن myself and others، نفسي والآخرون. أخذ برضو التلات وحدات الأخيرة اللي هي الوحدة الرابعة والخامسة والسادسة. بعد ما خلص التلات وحدات بنفس طريقة العرض اللي عملناها للوحدة الأولى، عمل مراجعة تانية تعالوا نشوفها. مراجعة على التلات وحدات الأخيرة، جاب الكلمات، جاب جزئية قراءة وأسئلة عامة على المراجعة اهي على التلات وحدات، وأسئلة كتاب الأضواء برضو على المراجعة. وبعدين جاب قصة، بدأ يتكلم عن قصة اسمها أمير and his lizard، واتكلم عن warm up تمهيد، اتكلم عن الكلمات الأساسية اللي عندي في القصة. بعد ما عمل ده جاب الكلمات المهمة أو كلمات زيادة، في بعض التعبيرات، جاب العناصر القصة سواء الشخصيات هما مين أو المكان أو الحبكة بتاعة القصة. وبدأ القصة الستوري بدأ يتكلم عنها، وزي ما انتوا شايفين عاملها المقدمة ووسط والنهاية. طبعا في المقدمة في الأول بدأ يجيب الأشخاص ويتكلم عن القصة، وبعدين عمل أسئلة على المقدمة أهي، وبعدين جاب الوسط بتاع الحدوتة وعرضها، وزي ما انتوا شايفين جايب كلمات المهمة في الجزئية ومترجمها كمان، وجاب عليها أسئلة على الوسط اهو، وجاب
إذا أنت النهاية بتاعة القصة وجاب عليها برضو أسئلة. خلص كده بدأ يتكلم هنا على انظر واقرأ، وبدأ يعرفنا ان كان في مشكلة طريقة، وبعدين عمل الحل، وصل للحل. وكمان عندي هنا اسئلة عامة على القصة بقى كلها، كل دي اسئلة اهي، وبعدين اسئلة او اختبار على القصة، وبعدين general practice تدريبات عامة بقى، كل دي اسئلة اهي، وبعدين جزئية التسجيلات او الحاجات الاستماع اهي. وكده وصلنا لاخر الكتاب. طيب تعالوا بقى نشوف الكتاب الثاني محتوياته عبارة عن ايه. طبعا ده كتاب المراجعة النهائية final revision and exams، هنفتحه مع بعض برضو نشوفه. هيجي هنا عبارة عن اربع اجزاء. اول حاجة مراجعة على الكلمات والبرونسيشن، وكمان اللانجوج فوكس اللي هي جزئية الكلمات وجزئية النطق، وكمان جزئية القواعد او اللغة. بعد كده الجزء الثاني اختبارات شهرية، وكمان الجزء الثالث امتحانات نهائية، والجزء الرابع دي التسجيلات. تعالوا نشوف كده عاملها ازاي. اول حاجة الكلمات، بجمع كلمات كل الوحدات ده يونت 1 اهو، وبعدين 2 وهكذا لغاية لما نخلص 6 وحدات. جزئية البرونسيشن النطق بتاعة الكلمات، عاملها برضه مجمعة يونت 1 يونت 2 وهكذا لغاية كل الوحدات. بعد كده بدأ يتكلم على احنا بنركز على في اللغة على ايه، القواعد بتاعت كل وحدة. وبعد كده اختبارات شهرية، هنا مثلا شهر اكتوبر اهو، وبعدين شهر اكتوبر تاني اختبار تاني، وبعدين دخل في نوفمبر وهكذا. كل دي اسئلة على الشهور. بعد كده فاينل اكزامز امتحانات نهائية، قال انا عندي هنا 17 امتحان نهائي او زي ما انتوا شايفين من امتحانات كتير هي 16 17. وبعدين جزئية الليسننج اهي اللي موجودة في الكتاب. بكده خلصنا مع بعض عرض كتاب جيم الأضواء للصف الخامس الابتدائي 2023. دمتم في أمان الله.